هلو، السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بحلقة جديدة من دليل المبتدئين لتراريا. طبعا بهاي الحلقة حنحكي فيها عن شرح السولز وكيف تجيب الديدلس ترومبو اللي حتساعدك بانك تقتل 3 ميكانيكال بوسز بكل سهولة، وكيف تجيب لها الايروز المهمين او الايروز اللي مفروض تقاتل فيها لانه هن اللي حيعطوها طاقتها كلها. طبعا انا ما سويت شغلات كتير ورا التصوير، اللي سويته هو انه سويت هالنفق اللي حيفصل الكربشن عن الجنجل تبعي، لانه بدي ابعدهم اسرع وقت كنت وصل الكربشن هنا. طبعا ليش بدك تبعد الكربشن عن الجنجل؟ لانه الكربشن هذا مو بس حياخذ الجنجل، حيحوله لتراب كمان. حتى بعد ما تجيب الستيم بنكر ما هتحسن ترجع الجنجل تبعك الا بطريقه انه ترجع تحط المد اللي تحول لتراب، ترجع تحوله لمد او تحفره وتحطه مد مره ثانيه حتى تحسن تحول لجنجل، و حيكون كتير شغل لو اخذ منه جزء كبير وانت بدك اياها جزء. فمن الاول افصل الكربشن عن الجنجل، ولو اخذ منه جزء من فوق عادي، المهم هو الجزء اللي تحت اللي بهالمكان، لانه هالمكان اللي حتكون فيه بلانتيرا او اللي حنقاتل فيه بلانتيرا. ممكن تقاتلها فوق ما فرق طبعا، بس انه احسن لك انه تسوي ساحة كبيرة تحت، يكون احسن بألف مرة. طبعا اول شيء السولز اوف لايت شرحنا عنهم الحلقه الماضيه، وشرحنا كيف تجيب هالسلاح اللي هو فلاينج نايف. طبعا السولز في عندك 6 انواع سولز. في السولز اوف لايت اللي بتجيبهم من هنا، بتجيب السولز اوف لايت طبعا من الاندر جراوند هولود باللي مكان بالمكان اللي انا فيه، مو المشروم بايوم. المشروم بايوم ما بتاثر بالهولود ولا بالكربشن، يعني ما بتحول، بس المكان اللي هو فيه بتحول، ما في عنده اي مشكله. واكبر دليل لو انت بالهولود انه بتصير تشوف هذول السلايمز، وبتصير تشوف خفافيش شكلهم غريب. هنشوف لو حيطلعنا شيء خفاش. ياب، هذا هو، هذا خفاش اسمه اليمنت بات هيك شيء. المهم شكله غريب طبعا حاليا لانه عصيان شكله طالع هيك، بس لما يتحرر بيكون شكله اغرب، بيكون شكله نفس السلايم. المهم هيك بتجيب السولز اوف لايت. خلينا نروح نشوف كيف بتجيب السولز اوف نايت. ومن هون بتجيب السولز اوف نايت طبعا من الاندر جراوند كربشن. الاندر جراوند كربشن مو لازم تكون بالكربشن هذا، لا، خط الفي على الاغلب حينزل تحت بيتك. فانت بتكون لو انت حافر نفق للهيل، لو بتنزل بالنفق نفسه حتلاقي هالمكان، واللي هذا اللي انا سويته بالتحديد. طبعا لازم تنتبه من هدول اللي بيرموا السم، حاول تضربهم قبل ما يرموا لانه السم تبعهم كثير كره، وحينزلوا لك الكيرست فليم. الكيرست فليم تحسن تستعملهم مشان تسوي فيهم بوليت او شغلات تانية. الشغلات التانية منهم طبعا كتب، وحنشوف شو بتسوي الكيرست فليم بعد شوي. واخيرا نزل لي سولز اوف نايت. طبعا بدي افرق منهم شوي، بدي افرق منهم كتير، بدي افرق منهم لسه 20 وحدة، فحفرمهم وارجع لكم. اوكي، حاليا جمعت سولز اوف نايت اللي بدي اياه. اجاني هالشي اللي هو الميت جرايندر اللي اول مره بشوفه بصراحه. يوز تو كرافت. طب شو اسوي بالميت؟ اوكي، عرفت شو بسوي هالشي. هالشي بتعطي الايبون ستون بلوك، وبيعطيك الليزون بلوك اللي بتحسن تسوي منه شغلات او بتحسن تبني منه كبناء كربشن، مفروض هيك. ياب، موضوعه مو كتير حلو، بس لو بدك تبني فيه هاي شغلة جديدة بال 1.4 بتحسن تبني فيها، وبتحسن تسوي منه كمان شغلات نفس بلاتفورم، وبتحسن تسوي منه اتوقع اثاث البيت كامل. المهم طبعا ما انا مهتمين لهالموضوع هلا، ما بدنا نظبط بيت ولا شيء. وهذا الشيء اللي هو ترافلد ماب اميون تو كونفيوز. طبعا جمعهم هدول كلهم لانه اخر شيء حتحتاجهم مشان تسوي الذرع. اوكي، الشيء الاخير اللي هن السولز اوف فلايت، صح؟ المهم السولز اوف فلايت طبعا بتجيبهم من الاندر جراوند هولود، السولز اوف نايت بتجيبهم من الاندر جراوند كربشن، والفلايت بتجيبهم من السماء. بالسماء في انمي محدد حيرسمن هلا بعد شوي، او المفروض يرسمن بعد شوي. خلينا هدول هدول، وهدول في عندهم نسبة انه ينزلوا لك البيج هيربي او شو اسمه. اوكي، اسمها البيج هيربي فيذرز. طبعا البيج هيربي فيذر هاي بتسوي لك اجنحة،
وهدول الأجنحة طبعا من أحسن الأجنحة اللي ممكن تبدأ فيهم بالهارد مود. في أحسن منهم لسه قدام تحسن تسويهم، بس هدول كمان كتير مناح لو بدك تبدأ فيهم. خلني أرفع هذا عشان هداك شي رسبا، يعني بس أنا حتى لي رسبا كمان. ممكن هدول يعطوني الفذر، بدي اياهم كمان. هذا هو الوايفرن او التنين اللي كنت عم بحكي عنه، الانمي اللي بيرسبن بالسما بس وبيحسن يلحقك لتحت. طبعا انا نزلته لتحت، ما عليك انه الاتش بي تبعه ناقص، بس انا نزلته لتحت مشان ابعد عن الهيربيز لانه الهيربيز صفعوني. المهم هذا الزلمة طبعا الفايت تبعه كتير سهل، حيجي حيهجم عليك طير شوي وبس. لو معاك الشيلد اوف كاثولو تحسن تسوي دوج على اليسار على هاي الحركة وتنزل من تحته، بس ما بتحسن تمشي لتحت. بس هذا هو الزلمة. وجيب الفلاينج نايف، الفلاينج نايف كتير منيحة عليه وخليها عليه. بس تحسن تستخدم الهاشي وكمان كتير منيح عليه. اتش بي تبعه ما هو عالي بنوب، فكل مرة حينزلك شيء اسمه سولز اوف لايت وانت وحظك قديش حينزلك، بس بالعادة بينزلك 10 هيك شيء نفس هلا. وهدول لو بتروح عند الجايد بيورجيك الاجنحة بتحسن تسويهم. او الجايد تبعي توفى، نايس، لازم اسوي له بيت. المهم بتروح عند الجايد بتحطهم وبيورجيك الاجنحة بتحسن تسويهم والشغلات اللي بدك تجيبهم مشان تسوي الاجنحة. فموضوعها كتير سهل، بس الشيء الوحيد الصعب حيكون انك تفرم الماتيريال تبعيت الاجنحه، مو السولز نفسهم، الماتيريال. هذول اللي حيكونوا صعبين بصراحه. الشغله اللي بعدها اللي بدي ارجيكم اياها هي كيف تسوي ساحه منيحه للتوينز. الساحه المنيحه للتوينز طبعا احسن شيء انا لقيته صراحه انه تجيب البلانتر بوكس، جيب منهم قد ما بدك. رخاص، انه ما في حقهم 90 كوبر، ف موضوعهم كتير بسيط. ارجع على البيت وشوف من وين حتبدا البلاتفورم. طبعا انا سويت درج لفوق لانه سلايم بعد عني، بدي الساحه تكون عاليه عن الارض، ما بديها تكون قريبه من الارض مشان ما يجيني انيميز مثلا من هالمكان يجيني انيميز ويقعدوا يخربوا علي بالفايت، فما بدي هالشي ابدا. الساحه طبعا لو خليتها طويله حتم تستعملها لنهايه اللعبه، هتستعملها للتوينز، للدستروير، سكيلترون برايم، هتستعملها للسيلستيال، ما اتوقع هتستعملها للكولتست. في واحد زتني لتحت وهتستعملها للمون لورد، هاي 100%. انا رافع السبون ريت مثلا، لا طبيعي. او هدول عم يرسبنوا، ما بدي اياهم يرسبنوا، فحرفع الساحه تبعيتي لسه اكثر. طبعا البلانتر بوكس عكس البلاتفورم، البلاتفورم بتحسن تحطه ولما تحطه ممكن تنزل لتحت، ممكن تطلع لفوق ويخرب عليك الدنيا. ف شغله سهله، لا تسوي له ويب لا تسوي هيك. المهم الشغله السهله انك تحط البلانتر بوكس، خلني اخلص من هدول على السريع، وبتحسن ترفع البلاتفورم تبعك لدرجه انه يتم رسم عليك الوايفرن. فانتبه تحط البلانتر بوكس وتحط السمارت كيرسر. السمارت كيرسر طبعا حاليا لو رفعت ونزلت ما حيسوي درج ولا اي شيء ولا حينزل. صار ان شاء الله اسوي هيك، حيسويهم لو حطيت على البلاتفورم. لا مو هون، حطه هون. لو حطيت على البلاتفورم سويت هيك حيسوي درج لتحت، رفعت شوي حيسوي درج لفوق، حيخبص الدنيا من الاخر. فحط البلانتر بوكس واكبس وين ما بدك وحيتم سوي لقدام، فهالشي كتير منيح. زائد مع الوقت بنبت فيهم ورود فحيكون شكلهم حلو. اوكي طبعا ليش نحن عم نحكي عن التوينز؟ طبعا التوينز هن يعتبروا اسهل شيء بالنسبه الي انا. الدستراير بيجي اسهل شيء، بعدين التوينز، بعدين سكالترون برايم. الا بحاله واحده، بحاله الماستر مود. الماستر مود الدستراير كتير صعب، ف اسهل شيء بيكون هناك التوينز، فروح على التوينز اسهل شيء. المهم الشغله كنت بدي احكي عنها هو انه بدك تفرم شيء اسمه ديدلس ترومبو. ممكن يكون طلع لك من الحلقه الماضيه وممكن ما يكون طلع لك، نفسي. فجيب التشست وجيب هالشي اللي هو السول كي اوف لايت وقتل ميمك اكتر، واعطاني هالشي اللي ممكن يكون منيح بس ما بدي اياه، بدي شي تاني. ورجع اعطاني اياها، لا اله الا الله. اعطاني اياها كمان قادلي، ما بدي اياها.
بعدها عني. كنت موت يا الله، رجع اعطاني فلاينج نايف. اوكي حاطلب جاد مود، ماني فاضي له. يا الله خلينا نشوف هلا لو ما حتنزل لي. سويت سمن لخمسة منهم او جبت خمسة منهم، بدي اياها تنزل لي. هذا واحد اعطاني هوك، والهوك بصراحة نت باد. الثاني اعطاني واحدة مو منهم، اخيرا ها هي ديدلس ترومبو. يا الله اوكي انت شو حتعطيني؟ اعطاني هوك كمان، وهذا اعطاني ديدلس ترومبو. يعني سويت سمن لخمسة واخر شي اثنين بس اعطوني اياها. كنت حسوي السمن للسادس بس كنسلت الموضوع باخر لحظة. اهلين سلايم. هلا صار معك الديدلس ترومبو. نصيحة، روح جيبها انريل دغري. لو ما احسنت حاول تجيب موديفاير منيح، بس نصيحة روح جيبها انريل. دامجد، جادلي، انوينج، جادلي، سترونج، ناستي، جادلي، ديمونيك. كمان اعطيني انريل. الانريل هو اول شيء لها، او للرينج دوبن بشكل عام الانريل هو الاقوى موديفاير لهم كلهم. و كمان اعطيني اياها. معاي 990 بلاتينوم. اوكي ها هي اخيرا. ما كنت طالع من عندها غير حتى تعطيني. ما بدي احكي معه. اوكي عم تبيع شيء جديد؟ لا نزلتك لتحت. المهم حاليا صار معي ديدلس ترومبو مع انريل زفت شو اسمه موديفاير. اوكي طبعا اخر شغله مشان تطلع قوتها الكامله للديدلس ترومبو، طبعا هاي بتمسح الدستروير مسح، مو بس الدستروير بتمسحهم الكل مسح ما عدا سكاترون برايم تاخذ شويه وقت. المهم مشان تطلع قوتها الكامله غير الموديفاير، الموديفاير رفعها من 39 دامج ل 45 واللي هو رفعه كبيره كثير. بدك تروح على الهولود شوي، بدك تجي على هالمكان مشان تفرم هذا الزلمه اللي هو اسمه اليونيكورن. وطبعا ما هو صعب ابدا، الكنوك بوك اللي عليه كتير بسيط او كتير ضعيف النوك بوك اللي عليه، فتحسن توقف مكانك وتضربه بشي اللي هو فلاينج نايف وحيعطيك اليونيكورن. اليونيكورن هو اليونيكورن هون طبعا او ارنو. الارن تبعه حيخليك تسوي 200 ايرو من اللي بدنا اياهم، فحاول تجمع قد ما بتحسن، واللي هو تقريبا بدك ستاك كامل مشان تقاتل كم زعيم. خليني ارفع السبار ريت وارجع على البيت اورجيكم كيف. طبعا الماميز في منهم فائده ثانيه حنحكي عنها، في شيء اسمه الاونكس بلاستر اللي اتوقع حنحكي عنها شيء بسيط الحلقه الجاي قبل ما نقاتل التوينز. بعرف الحلقتين هذول ما كان فيهم فايتات، لو بدك فايتات عم بسوي سلسله مودد فهذيك متروسه فايتات. هاي الحلقة حركز فيها عني اشرح قد ما بحسن، ما كنت متوقع انه يكون فيها الكمية من الشرح قبل التوينز ولا قبل الميكانيكال بوسز عبي ما اطلع على الهارد مود، ففي كتير شغلات صارت. المهم نحن كتير قريبين هلا من انه نكون جاهزين للفايت ونكون سوينا كل شيء لحتى نحسن نتقدم بالبروغرس ونجيب شغلات جديدة. و اجاني ترافلن مرشنت، وين اجاني؟ جاني على الشاطئ. خيب انا ما مريت على الشاطئ بنوب، في شيء على الشاطئ؟ هذا اللي فيه كربشن هناك. لا ما في شيء. اهلين كيف حالك؟ شو عم تبيع؟ كود واحد امو بوكس. امو بوكس بدك اياه، امو بوكس كتير منيح لو انت رايح على رينج ويبنز او على اسلحة بشكل عام نفس الميني جان، ولا حتكون الميني شارك بعد ما تقتل التوينز. وكمان جبلنا واحدة تانية من هدول. شيت ما عندي يبينوا عندي مشان الوينجز. طفي الوينجز. هاي شكلها حلوة، هاي احلى بصراحة، بس هخلي هاي بس من باب التغيير. طبعا الوينجز تبعونك ما بيروحوا، بس بتطفيهم كفيجوال هون او كمجرد رؤية. المهم خلينا نرجع موضوعنا. طبعا بدك الايروز العاديين من هالبني ادم، بتحسن تجيبهم من اي بني ادم تاني، بس بتحسن تسويهم بشكل عام مو بني ادم تاني، هالبني ادم الوحيد اللي بيعهم.
خد هدول بلاش. وحاليا بعد ما جبنا الايروز لازم يكون معك بيكسي داست ويونيكورن هورن او ارنل يونيكورن. لازم يكون معك، لو رحت فرمت بالهولود حيكون معك بيكسي داست 100%. المهم بتجيب هدول، ولا تنسى على كل ارن واحد بيعطيك 200 ايروز، ف كل ما تجمع واحد 200 امو زياده. وهلا روح عند انفل او وركشوب ماني متاكد بالضبط، وبتسوي شيء اسمه الهولي ايروز، نسوي منهم ستاك. او صرت احسن نسوي منهم، بس كل هالتفريم كان على الفاضي. ف طبعا بتسوي 800 بالستاك الواحد، بس لانه لو طلعت عن ال 800 وسويت 200 زياده حيصير 1000، وهي اللعبه بتسوي رندر بس ل 999 بس. المهم الهولي ايروز، طبعا الايروز اللي بس تضرب فيهم، لا مو هدول الايروز، اضرب التانيين، اضرب هدول، بس تضرب هدول الايروز حيطلع نفس الجستر، ما حتلاحظ انت، بس لما يضربوا بالارض او يضربوا باي انمي محدد حينزلوا نجوم، ومع كل ايرو حينزل نجوم اكثر. ف لو جبت الديدلس ترومبو اللي هي بتنزل اصلا ايروز بشكل كبير من السماء، وجمعته مع هذا حيصير حمام. حيصير حمام رسمي. فمشان هيك عم بقولكم انه هذا حيمسح فيه الزعماء مسح، ما عدا الماستر مود حيكون شوي صعب، بس بنفس الوقت حيشتغل شغله هذا. المهم الحلقه الجاي حكي عن الاونكس بلاستر، لانه كمان من الاسلحه اللي بتستاهل انك تسويها لهاي الفايت. لو ما بدك تقاتل الميمك او تروح بايروز او هالشغلات كلها، تحسن تسوي الاونكس بلاستر، لانها نفس ما عم بحكي سلاح فنان رسمي. وهذا كان كل شيء، اتمنى انه عجبكم الفيديو، اتمنى انه استفدتوا منه، ومعليش لو كان الفيديو طويل وما في فايتات كمان. ان شاء الله الحلقه الجايه حنقاتلهم، بس انت جهز الساحه، ونفس ما حكينا استخدم البلانتر بوكس لو بدك، لو بدك تريح راسك بشكل عام، ولا تنسى موضوع الكربشن. شيء كتير مهم. المهم هذا كان كل شيء، اتمنى انه عجبكم، ومع السلامه.